سيد عبد القادر بقين، رئيس حركة البناء الوطني، مرحبا بك عبر قناة الشروق الإخبارية. مرحبا بك أخي عبد الملك وبإخوانك في الجانب التقني وبجميع الذين سيشاهدون هذه الحصة إن شاء الله. مرحبا. طيب، في هذا اللقاء الخاص بالانتخابات في برنامج خاص سنتحدث عن في 5 محاور، عن الانتخابات الرئاسية المسبقة، عن دعم رئيس تبون لترشيحه لعهدة ثانية، وأيضا عن الملف الاقتصادي والاجتماعي، وعن الجانب الدولي، وأيضا عن الانتخابات التشريعية. البداية بالانتخابات الرئاسية المسبقة، كيف وجدتم أو كيف تقبلتم أن الانتخابات الرئاسية ستكون مسبقة؟ هل كنتم تنتظرون هذا القرار من سيد الرئيس؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كما لا يخفى عليكم أن رئيس الجمهورية تم استقبال رئيس حركة البناء الوطني خلال الأسبوع الذي سبق إعلان 48 ساعة قبل الإعلان سيد عبد القادر بن جيلان بالضبط، يعني أو أكثر بكثير، شوي أكثر من 8، في حدود 72 ساعة قبل الإعلان. 72 ساعة مقبول. نعم. وحركة البناء الوطني نصبت هيئتها الانتخابية الخميس صباحا على الساعة 10 قبل إعلان رئيس الجمهورية. نعم. عن تقديم الانتخابات. صحيح. بالنسبة لتقديم الانتخابات هو أمر عادي وبسيط. نعم. لأنه يعني جوابك يشير على أنه كنتم على علم وحضرتم جيدا للانتخابات. احنا نبدو نحذر من الانتخابات أخي عبد المالك من يوم اللي تنتهي الانتخابات، نبدو نحذر الانتخابات الأخرى، هذا من جهة.